السنة دي معرض الكتاب عمل حاجتين يمكن ما شفناهمش في السنين اللي فاتت. استعنتوا بصوت محبوب من كل الناس، صوت أحمد حلمي عشان يتحط على البرومو أو الإعلان الرئيسي، واستعنتوا بصوت غنائي رائع جدا مصري أصيل ريهام عبد الحكيم عشان تعمل أغنية ترويجية للمعرض. والاتنين إهداء. الاتنين إهداء. اختيار الاتنين يعني شابو، يعني شكرا على الاختيارين. ولو اتكلم عن ريهام عبد الحكيم، صوت مش بس دافي وحنين انما كمان مصري جدا. مصري قوي فعلا.